اختطفت بلقيس عند سليمان مختطفه على بلقيس الجن اختطفوها مو الجن اللي اختطفوها تعبد من عبادنا الجن اقول لك الجن اختطفت بلقيس ما اختطفت ما خطفت خدموها هذا اولا هم وعملوا لها اولا هم اللي لما دخلت الحمام تأوها وصنعوا لها يعني مراوح الحمام بارد تكييف يا حبيبي وصنعوا لها دهان يزيل الشعر في رجليها انت كريم هذا موجود في كتاب الوسائل في معرفة الأوائل السيوط الله أمهرها سليمان مدينة بعلبك الله أكبر أعطاها مهر مدينة بعلبك من عجائب الدنيا السبع وبنى لها قصرين في اليمن واحد اسمه سلمين واحد اسمه هندان ولذلك أغلب أسماءهم كده سلمين إيه؟ ما شاء الله وبعدين ولد عمنا اليمنيين من يافع طب بلقيس هل هو اسم الحجر الكريم؟ من بلقيس؟ اسم بلقيس مشتق من حجر لا انا اعرف ان هي بيقولوا كان احد ابويها جنيه الله وكان الجن يتراضون للانس في عهد سليمان ولذلك كل مره كان دخل عنده ملك الموت فاخذ يطيل النظر في وش واحد شاب قاعد قاعد عند سليمان فرعب فكان مستأذن سيدنا سليمان ان الملك توصلوا للهند. الله اكبر. توصلوا. فجه الملك الموت وقال له بيقولوا انت بتقص الوقت ليه؟ قال انا عجبت انه عندك فانا امرت ان احفظ روحه في الهند. الله اكبر. الله اكبر سبحان الله. سامع العلم يا مولانا ما شاء الله. شيخنا اجعلي الهيكل اللي بيدعوا اليهود انهم